بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، موضوعك وحينك كهلينا فضل صلاة الجماعة، صلاة الجماعات كفضل أوليها. اتفق العلماء أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام. ولماذا الإسلام هو حي متفق تهي جماعاتك إنو ياهي عبادوين كا كوا اللي سكؤت كي يتن أبو أدق إني كم تهي إلهي ضاع عدي سوحيا بها أبوة وين إني كم تهي شعائر إسلام كا تن أبوة إن إني تهي صلاة جماعاتك ما دام إنو كجرنه هدنا بشي بركيس نيد رمضان ayaa la sii adkeeyey bisha Ramadaan, iyadoo mar walba jamaacaadku uu waajib yahay ayay haddana kasii fadli badan tahay bisha barakeysan. Waayo camal kasta oo la qabto bisha barakeysan waxa weeye wuxuu leeyahay fadli dheeraad ah iyo khayraad dheeraada ayuu leeyahay. Warada fii fadli salaati aljamaaca axaadiisu kathiira, waxaa ku soo arooray fadliga salaada jamaacaadka axaadiis fara badan. منها وحا كمدة حديث كي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. صلاة الجماعات كاللي قلتو كذو وحي كفضل بضنتهاي وحي كخير بضنتهاي وحي كأجر وينتهاي صلاة أدقوني ده قلتو كتو ب27 درجة تضبئي اللباتن درجة أي ديرتهاي 27 درجة أي كبدان تهي. ومشو أكلها كتاب كان كفاية الأضياء ومنهاج الأسياء شرح هداية الأذكاء إلى طريق الأولياء. شيخ أكل إن أكلها لا تدركن جماعة قد فضلت ب27 من فضل على، فلما التعلم إن كنت تساهل في مثل هذا الربع أخسر أجهلا. يا لا تدركن جماعة جماعتك هكتي مريوك رافن قد فضلت وحلق فضلي يالي وكأجري بدي يا سلادة أتقوني ده أتركته ب27 تضبئي اللواتن أو من فضل على فضل يا صراع تضبئي اللواتن فضلي أو صري أيو ديري هاي سلادة أتقوني ده أتركته حداد كفاي دي سويدو. فلما تعلمو وحبرشو محيكو طري ساين تكون تتساهل حداد فضو دي سطي في مثل هذا الربح فائدة دا يوحي لم إذا حداد فضو دي سطي محيكو طري ساوح برشو محيكو طري عمل فل حداد فائدة دا انتها ليك آد فضو دي سطي أخسر أجل حالة تامد خساري أو جاهل مسمي هدي مات اللي يرادو ماشي هبل اللي يرادو هلك الدولار تدبية لما تنبع لقوها ليا لما وينو بدر تبلاهين وينو أوريلاهين تر رسول كين محمد هاين وشاقي أيها كأوليسان إنا إنو وترتنو وأرنو تن تاس أياك أو ليسن. حديث كاس بخاري مسلم باوريي بخاري وحو كوريي حديث كاس لح بغلا فرطن يشن مسلم نوحو كوريي لح بغلا يكونتن. وحا كم إذا حديث كاس لباد وكم إذا وحي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. صلاة قفك وكتكده جماعات وكتكده وحي ديرتهي صلاة وقرقيس كتكده أما بنانا دا يسوية اسكتكده دور إيا لباتن درجة إيا ديرتهي دور إيا لباتن بضعة وحي ليرادة لي لقبلا بكو إلى طبنك وبضعة مركا دور إيا لباتن كي هرانا تدبية لباتن بيريدي در حديث كي هراني كان دور إيا لباتن وإسلامي إساقنا وحوية ومتفق عليه بخاري إيا مسلم باوريي بخاري وحكوريي أفركن إيا تدباتن إيا أفركن تدباتن إيا تدبا مسلمنا وحكوريي حديث كا لحبغول إيا كنتم. حديث كا كوحيق وصدحات عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب25 درجة. صلاة
جماعاتك اد كو توكتو وحي ديرتا سلاده اد غونيده او توكتو 25 درجه ايي ديرتا 25 درجه ايي ديرتahay. بخاري ايا وريايو وحو كو وريي حديثك 646 ايو كو وريي حديثك افراد يا كهليا فضلك صلاه جماعاتك. وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كله. قفكي صلاه عشاء جماعات كنت كذا وحلمد يهي هبينكي او هبينك بركي قف نوريي هبينك بركيس لحصا قف داع الهي اتاقنا صلاه قران اقرس عباده قف اتاقنا بلمد يهي. ومن صلى الصبح في جماعه قفكي صلاه الصبح جماعات كنت كذا فكانما صلى الليل كله حلي او دن قف تاغنا ايو لمد يها قف كاسنا. رواه مسلم مسلم باوريه لعب قول كنتون يليح حديث كا ايو كوري حديث كا شناد افلق جماعات كهرلية عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. waxay isukiin bedelaya malaa'ig habeenkii idin la joogto idin la barida iyo malaa'ig maalintii idin la socota ayaa isukiin bedelaya. wayajtamicuuna waxay kulmaan fii salaati alfajri wa salaati alcasri salaada aroriyo iyo salaada casar ayay kulmaan oo la kala wareegaan amarka ay la kala wareegaan iyo talada iyo kusiyaha kala qaataan. uma yacruju aladiina baatuu fiikum waxaa kora samada malaa'igtii habeenkii idin la hoyatay ayaa casarkii waxay korayaan samada koraya. فيسألهم ربهم رب قد با ويديني وهو أعلم بهم إلهي سقو أغا أغا البدن يغا أيا إلهي ويديني ويدين تاسي وحوي إني مرخان تي كفران مسلمين توحي أي كسواركين كيف تركتم عبادي با إلهي ورنيا الدوم بدي دي سيبات كغتي مادين فيقول الوحي ورنيا تركناهم إلهو ونكنمي والحال هم يصلون إيغو تكنيا وآتيناهم ونوتقني والحال هم يصلون إيغو tukanayana waanu ka nimi labada goorba iyagoo cibaado ilaahay oogaya ayaanu ka nimi. mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa wariyey. bukhaari wuxuu ku wariyey xadiidka ah 555 wuxuu kaloo ku wariyey xadiidka ah 7429 muslimna wuxuu ku wariyey 632 xadiidka kaloo lixaad waxa weeye عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول كيري من توضع للصلاة قفكي صلاة ويسيستة فأسبغ الوضوع ويسدنا التاميرة وسوى رأسا قلنا ما يسيرت ويسد وهجاجية ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة صلاة واجبة مركادة فصلاها تكذا مع الناس تكذا أو مع الجماعة أو في المسجد مثل استبدوه مساج كينو كلتك جماعات كلتك تلك كلتك غفر الله له ذنوبه الى هيدن بيجيسي وادافا الى هيدن بيجيسي وادافا ايو يري رسول كاني صلوات الله وسلامه عليه مسلم باوريي لما بقول صدن يلاب ايو كوريي كل ودا احاديث ودا الصحيحة وي اقواشي النبي جينا وانت فائدة رسول كانوا ان لجعل يهي ساينو كبورين يويي جماعاتك هي إلى الانتيسة. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وحير رسولك صلوات الله وسلامه عليه صلاة قفك وقفك للتك ذو ويك خير بضنتهي ويك وناكسنتهي ويك ترم بضنتهي صلاة كريك وصلاته مع الرجلين صلاة أولا وقف لتك ذنا أزكى ويكفر بركة بدنتهاي من صلاتي مع الرجل هل قف إنه لتك لما إنه لتك لا با كخير بدن. وما كثرة وحي جماعات كيد فربنيه فهو أحب إلى الله عز وجل أي حق إلهي لو خير رضا بنيه. رواه أبو داود والنسائي وأحمد. أبو داود شنبغل كنتون يا أفر بكوري نسائنا وحكوري جسك اللبات بغل إيو أفر أحمد نو كوريي جوسكا شناد بغولي أفرتر أيو كوريي انتا هدينو كغدافنو فضائشة أم بلدل تاغنو إيادانا صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا على الرجال. محي تاي صلاة جماعاتكو محي حكم كيدو ياهي حكم كصلاة وحوة يباليري صلاة الجماعة واجبة صلاة إن جماعة أن كنتو كنو وواجب ولبا وجوبا عينيا على الرجال واجبك أيا وحا لوكا قادا
واجب عيني يا واجب كفائية واجب عيني وحلي قف والبوح جارك أصارا كان إيه كفائية وحلي لا لا شيء هدي قيب السمايسو أنت كلا خيرك واي كغضيسة لكن دم بيجي أم بكر عيا سيدا مثلا هدي قف بنته إن دتك إسلام كا أصلا قف كا واجب صارن ويا دمانتون هدي قيب سو أستو أنت كلا خيرك أجرك اللي هير لها وحكيها للميان لكن دم بيجي أها أصل لا أنت كسر جار لها وكان عيا مركو واحد اللي يروى واجب عيني أو رجع قف قف كست أو رجع كركي سصار وحصيد عقبة مذهب كحنبلية ذا وحقبة مذهب كحنفية ذا وحقبة أقوال شافعية ذولا هاي وهو قول ضعيفة من السلف ساس وحقبة رجع السلف كهاي وناكسا أخرى أقوال شودي اختاره البخاري بخاري بعد دورتيو سلاس إنه واجب كتاي رجع jamaacaadku inuu qof dushiisa yahay cayni ku yahay oo baab dhan buba uu bukhaariga u baabaystay ibnu mundhir baa saas isaguna doortay ibnu xasan baa doortay iyo rag kale oo waaweyn maxaa loo daliishanayaa inay tahay qofka ragga inay qof kasta oo ragga inay gooni u saaran tahay jamaacaadku maxaa loo daliishanayaa awalan min alkitaab كتابك القرآن كامل دليشان نايو قال تعالى إلى وحي وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم ضائفة منهم معك آية بقول يا لبو يا سورة النساء يا إلهي كل إياه حديات في وضع تاي دتك حداد نبي محمد ودح جوكتو وجهاد يدقال لقجلو وفاقمت لهم الصلاة صلاة آد أوغيسو فلتقم ضائفة منهم معك قيب كم بديه هيس ما عاجه هيس تاجين وجماعاتك ركعتها كلها تكذير مركب ركعتك أي لتو كذان فضيلة الجماعة هلكا ويهلين مركز قلادة سو ويتجيانو وحي عادي يعني عدو قبي سور تاجي يعني قلادة كلنا رجع عدا لو عادين تو كجرو هسوق جاريرو ين رجع عدا لتو كذان وحين أول تاي مركز صلاة إني صلاة القصر إني تاي والدلالة من وح عيد الله قاعدنا يا من وجهين لبعض نعبين وكقاعدنا النايو الوجه الأول وحي تاي نعبين عهري أنه تعالى أمرهم إلى هاي وحو أمري نبي جيسي بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف صلاة مركع عبسي جرته إن نبي جا إلى هاي أمري إن صلاة للتو كدو جماعات كلا لأوغو وذلك الدليل تاسونا وحي كتوسايب مرد دي ليري جماعات كي يدو عبسي لغو جرو ودقا لغو جرو نبي جا هل للتو كدو جماعات كلا لأوغو تاسي وحي الدليل طهي على وجوبها على الخوف إنه حتى حلقة عبسي دو جرته أو لبغيو جماعات كأوغو دي سيرو واجبي هاي وهو يدل بالطريق الأولى على وجوبها حال الأمن وحيك رأينا تصير إيسا مركب نبتقية يبتبادة يبيدة اللوجوه إن يكسي أو ليسنتهي أو جماعات كأوديسو وواجب يهي ولما قفك استقرقة وكركي سواجب يهي وجه الله بعضه إنه كقادر إنه وحيتهي أنه سنة صلاة الخوف في جماعة إلهي وحو إنه جدي صلاة اللي قعب سيدة جماعات وسوق فيها وحان الله إنه بني أو وح إنه سماين كرنوه ما لا يجوز لغير عذرين وحينا سماين كرن هدان عذر دار جرين صلاة خوفك وحا لينو بني وح مركا آن عبسي جرين آن بنانين با لينو بني كاستدبار القبلتي مرة دي عبسي جرتو إيا دقالات كون جرتو قبلتا حتى أدو صلاة كون جرتو مرو تبجي دينيسا والعمل الكثير دقاق بضن بات سماينيسا ومفارقة الإمام قبل السلام إمام كاقي وصلاة دي كبحين أياد أدو كبحيسا والتخلف عن متابعة الإمام إمام كدب الجوجي سأدرع راعي الهيد أياد مرر بضن كدوالا نساء وخلافة وهذه الأمور أمورها صورني تبدل صلاة صلاة ويبريان لو فعلا هدي الله سميه لغير عذر الله سميه وعلى دار لان هدي الله سميه دقاقي إيا قبلة اللو دب الجيش إمام كوها صلاة كهر بحضو إساقو أد راعي ديسي أد خلافته وحا صورن صلاة هدي عذر الله سميه صلاة سوي بريان فلو لم تكن الجماعة واجبة هدي أيسا جماعاتكم مركا واجبة هاتين لكان وحيها لهم قد التزم فعل محظور مبدل للصلاة إن أي ماشا كان لازمتي سمين فعل حاران صلاة حاران كؤة أو صلاة دبرنية سمين تيدي إن لو سمية لأجل فعل مستحب شيء مستحب وصناء ترتيد إن لو سمية ماشا كان لازم لهم وحكا لازم لها فعل حاران أو صلاة دبرنية إن لو سمية لأجل فعل المستحب فعل صناء درتيس مع أنه قد كان سلاس يدو أي جزء هدنا من الممكن وحا نقول لهن أن يصلوا وحدانا إنه يكون قنوتو كذا صلاة كاملة صلاة تامة صلاة تامة إنه يكون قنوتو كذا تدكو إيهل اللهين فعلم وحا اللوغادي أنها واجبة إنه واجبتها أيال اللوغادي
صلاتي جماعاتك حتى هدي عبسي ساو جرتم. قال تعالى إلهي وعليه واركعوا مع الراكعين والكوة كني لت كذا ما عود لت كذا. سورة البقرة آيات صدح يا فتنات وجه الطلالة وحي تيضنا وحي لو دليشنا يا أن الله تعالى أمر بالركوع مع الراكعين إله وحي أمري الكوة كني إن لت كنو ويكون وذلك يكون وحي هارسة في حال المشاركة في الركوع ثلاثة كشدي دي إن كغيب قلو أي تاس نغنيسا. فكان أمرا وأمر بإقامة الصلاة بالجماعة جماعات كإن صلاة كو أغنو لين كو أمر يوي. ثانيا دليل لذا الله بعض أنه قادنا إن وحوي من السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبي هريرة وحو كشيغي نبي أني نحريس إيا نبي قلو كساته قال وحو يري أفقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. منافقين تصلاة وعلص وهو أضاقي وحيطة صلاة العشاء هي صلاة أروليوية ولو يعلمون هدي وقال لها ما فيهما وحكسوا لا أتوهما ولو حبوا وإيم الله هايين حتى يقعوا قرقورانية أو دبدا قار كسو عريان أي إيم الله هايين ولغا هممت وحن ضمعي بالصلاة صلاة أيان ضمعي وفتقام لأوغو ثم آمرا آنفا آمرو آنفرو رجولا قف يسلي بنا دادك تكية وحن ضمعي صلاة إن لا آذانو أو لأوغو أو أن مركا أمرو قف صلاة سي تكية ثم أنطلق معي بالرجال معهم حزم من حضب طبعا إن أنا وأنتو أو ركا حيستو ركا صو معوض أيهاي هل حابة أوطة إلى قوم أنو أنو ضد لا يشهدون الصلاة صلاة أن صو حاضر جماعاتك كهرة إن أنقريوه هذا آدو أو فأحرق عليهم بيوتهم بالنار أنقريوه طب كسو قبسيه أنقريوه كسو قبسيه بان ضمعي. حديث كاس ومتفق وي إساقنا هو وحوي بخاري مسلم باوري بخاري وكوري لح بغل كنتوني يتطبع مسلمنا لح بغل كنتوني يكو أي كوري. حديث كاللبات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأعمى نبي قوحا أويمي نين إن رول أهيا نبي قويمي فقالوا يا رسول الله إنه ليس لي قائد عند إهقامي سماها يستو هقان ما هيستو يقودني إلى المسجد مساجدك عديك حيسة إلا عند البان هاي عندك عانتا إقبطة ومساجدك إقيسة نبي الله ما أن هيستو. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي بوحو ويديسي أن يرخص له إن لفصحه أو فيصلي في بيته ورقيسة أسكتو كذا فرخص له نبي وأوفر صيو وهو قراضي. فلما ولا مركو جنسدي أي دعاه النبي وياري مركو جسدي فقال وعيري هل تسمع النداء بصلاة صلاة آذان كذا ما مغشاني يهو إن دولك هاي قال وعيري نعم ها نبي الله وامغلا قال وعيري نبي فأجب واد أجيب إيسا وجماعاتك واد إيمان إيسا. حديث صحيح هو مسلم باوريي لبغل كنتون إيا صدح حديث كاس أيو وياهي حديث كا صدحات إيه إساقونا إن التصين يواجهني ماذا هذا وحي ياهي أبي ذر الغدر عن أبي ذر أبي الدداه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحن مغلب ويري أبي الدداه وحي لي وحن مغلب رسول كي حال لي ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة مجران صدح مجالك النور طولك النور أما مي جوغة أو أن جماعات كأوغن إلا استحوذ عليهم الشيطان شيطان أيا كأت كاذي أو كقالب نغضي. فعليكم بالجماعة والجماعاتك هي جماعة إسلامك لازمة فإنما يأكل الذئب القاصية يبتدو أما ييدا بهالك اليادو وحي عنتها نافك إلا بنجوغا أو لنا حولاك جوغا مركا يا شيدان إلا إذن كدوسا أو شيدان هذا عندنا هدينو جماعاتك إمام وينو هذا الشيطان كي صودد ودوف صدين قوم من هدينا جماعات كي أوجن أو يسوء إيمان شيطان بينه هذا علي إلهنا محن لياي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. شيطان كوا نعب وعدوين عدو كدكتا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب الصعير ويرانا يا وحنار تبري لقى وإهل كيس النقطة أيوه هذه لياي ورعدو إذا كنا النقطة أيوه لياي إلهي إن لياي سبحانه وتعالى. هذا ينفير إنه لنا أثرت أغواشا صحابة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما قفكي كفر إلها إنه إلهي بري قيامة لكلمه إساقو مسلمة
وحق إله مسلم كغرا فليحافظ على هؤلاء الصلوات وصلاتها كان هاي لالي حيث ينادى بهن ميش الله يسقي يريو مساجد الله يسقي دواقي حتى او هكا قيب قالو ميش الجماعات كان لغو اوغيو بنان هديتاي هدي مساجدتاي ميش الجماعات الله يسقي دواقي الله يسقي يرو اذان كي يرو تقا او الالي ايو ليه. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم إلهي وحو أجدي نبيني نبيني إلهي وحو أجدي سنن الهدى هنونك إيا توسنانت إيا خيرك ودوينك سي أي إلهي أجدي. وإنهن جماعاتك أوغدي سنة من سنن الهدى بي كمتاي هنونك ودوينك سي. ولو أنكم صليتم في بيوتكم هداد قريهن إسكغتو كتاب وغفل بقريه سكتو كذو كما يصلي هذا المتخلف في بيته كسيدا قفك صلاة جماعاتك كهري وقريه سكتو كذو أد قفل بقريه سكتو كذو لا تركتم سنة نبيكم نبيكين وددي سيوات كتكتين. ولو تركتم سنة نبيكم نبيكين سنة سادات كتكتانا لضللتم وأدباديو بلاهيدن وادنو بلاهيدن. وما من رجل قف مجره يتطهر ويصغاته فيحسن طهورا ويصدق قرحيه وراجية ثم يعمد أقسته إلى مسجد مساجد ما لغوت كريه أو من هذه المساجد كم ذا ولو بنان هنغوته إلا مسجد وعليه موضع سجود ما لغو إله له سجود أيه مركا أقسته إلا كتب الله له إلهي وغرى بكل خطوة طلاب دي كستا ويخضوها وطلاب صدو حسنة با إلهي وغرى ويرفعه بها بسببها إلهي وحكو كريالا طلاب دا سببتين درجة درجة ويحط عنه ولقاه بيا بها بسببها سيئة. ولقد رأيتنا وحن إشأرك جرني وأن قرنينا وما يتخلف عنها يدو أصن جماعاتك كهر إلا منافق موي يقف منافقة ومعلوم النفاق المنافق نبديسة لو ذا يقان قف إسكعد ومنافق نبديسة ولو ذا أقيه أي قف كالية يسوي جماعات كهر. ولقد كان الرجل ننكو أي ننكو وحوها يؤتى به كيلا كانو يهادى بين الرجلين إساقو الله بقف لنعيدة كتجرته أو الله بقف كتيرسر أما حنون هو تيرسرادو أما إلاك لو هايسي قف لبدا قرب لهايو بعد جماعات كل كان جري حتى يقام في الصف إلى صفك اللي سوتاقو. وجه الدلالة وحي تهي وحي نكغادر إن أثر تاسنا إخبار ابن مسعود عبد الله ابن مسعود وركيسة رضي الله عنه أنه لو لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم هدي أوسن كهري جري صلاة إلا قف منافق نبدي سعان تايمو إيه عندك لدي كهري جرين. وهذا الدليل وحينا تسينيسا على استقرار وجوبها وجنوان الصلاة إنه كسقناتي على المؤمنين مؤمنين تا. ولو يعلموا هدي أغان لها ذلك أرنكاس ولم يعلموا ده ما أي كما أي أغان ذلك أرنكاس إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم نبي أون حقي سأون بوركن كأغادير أي رأيهين صلاة وحن قررين أيضو جماعات كهرين إلا قف منافقة ومنافقة ليس لو أغيهي مو يعيد كري marka warka waxay ka ogaadeen xagga nabiga ay ka ogaadeen wa macluuman waxa loo yahay anna kullu amrin amr kasta kana oo ahaday amr kasta oo jira oo la yitaqalaf anhu ahay oo san ka hari karin illa munaafiqun munaafiq mooyee cid kale isan ka hari karin amr kasta oo la ogaaday munaafiq mooyee cid kale isan ka hareen kana waajiban waajib weeye marka ala lacyaan qof walba waajib ayriye ayay gaarkiis u haysta oo naftisa ugu tahay waxa ogaataa qofka ka haro hade waxaa weeye wadadaas aad ku sugan tahay oo jamaacadka hadaad ka harto oo aad iman weydo waxaad noqonaysa kuwaas sidaas oo kale munaafiqnimadii dadka lagu yiqiin wadadeedii un baad haysaa manta shabaha biqowmi fahwa minhum qolo qofkii shabaha iyagu la mid noqonaya. Raabican daliilka afraad wuxuu yahay tawaaruthu lummati calaa salaatiha jamaacatan ummadda nebi muxamed waxay iska soo gaartay waxay iska dhaxashay jamaacaadka iyadoo la ogo. فالأمة أمدو من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقصوا بلابو واختقي نبي يعني إلى يومنا هذا ما أنتتنا إن جوغنو وضبط وحي دائم تأمدو عليها على الجماعة صلاة الجماعات كدائم بيهيد وعلى النكير على تاريخها قفك كتغانا وأن لو ذدي أو وحوها قفل لنعو أو الله إنكرو اللي يلادو برا كمله
والمواظبة على هذا الوجه قاب كائن لو دائما دليل الوجوب واجن ما دي بي حدين سا جماعات واجب هي حدين قيبت لبعد قلنا حكم صلاة الجماعة للنساء هوينك ايغو سيك حقيبه كسو غليا جماعات كما لغا ربا مسل لغا مرو ان جماعاتك ما كقيب غليان ايغو سي مسكو جماعه سن كرا يستحب للنساء هوينك وحا لو سنيه ان يصلينا جماعه جماعات اني كنت كدان ايغنا وا مستحب وا لغو ادكي مع بعضهن البعض قار بقار كودا كلا انو كخرتان وهذا مذهب الشافعيه مذهب كشافعيه صاغبه والحنابله باغبته وبه قال طائفه من السلف ركبدر وسلف كي كمده اي ايغنا سايري واختاره ابن حزم باسن ولا صار دورتي ما لو دليشنيا اولا من السنه ما لو دليشنيا يو عبد الله بن عمر حديثك هذا اني سو مريني متفقها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة صلاة الجماعات كتكتو وحيكفل لبضانتها صلاة تقول كتكتو تضبئي الله ما تندرجو تضبئي الله ما تندرجو هذه المركة سأل ليها أن الحديث عام باليين حديث هو عام فيدخل النساء في عمومه عام نماذج السوق ليها أقيم الصلاة وتزكاة المركة ليها رقي يدوم رمك على صالنة صلاة أوقع زكاة ربحية مركة مركة ليها جماعاتك صلاة لغو تكدو إيا صلاة قوندي لغو تكدو تضبية لبعتن بيس لي استداريهين درجو رقا كليا ما هي مع الدمر كينا واسو قليا واحد كلا عن أمي ورقة بنت نوفل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها النبي يزورها كي كسو بغض في بيتها قولي قيدا أيو قبدا كسو بغنجري وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وحو سميي قف وآدم صلاة أيو سبي وآمر أمرها وحفري أنت أم أهل دارها قرق هذا وحي جوغر إلي تكسو ودبرك يعرورتها إلي تكسو رقم تكون كرتو إلهي ثانيا وحي تهي من الأثار أثرتي صحابة وحي لغا أركي أحاديثتي وإنت أسي أثرتي نبي لغا أركي صحابة نبي أنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة بنت أبي برسدي رضي الله عنها او احيد قبضي او نبغو يري خذوا نصف دينكم من هذه الحميرة قبضا قزيرة دين تبركت كغاتة وحيت انها يدو اما تنسى في صلاة المغرب صلاة المغرب اي دمر تكسي فقامت وحي استاكتي وصلهن برطن كودة وجهرت بالقرات غردنا ويكود اريستي قردي ويكود اريستي قردي ويكود اريستي مركي اي تكينيسي و حديثك هوري متفق وها كان أبو داود يا أحمد يا ابن خزيمة يا وريي وعن عن حجيرة بنت حسين قال وعيتري أمتنا وحا إمام نون نغطي أم سلمة قبل أم سلمة اللي رجل أم المؤمنين كم ذهيت في صلاة العصر وقامت بيننا لحظينا لحظينا أيين استاكتي أي تري قبل ناسي وحي استاكتي لحظينا أي استاكتي وجه الدلالة محو يا مركب محل لو دليشنا يا يضنا حديث كازنا هذا ابن أوع ركبنا أي صوص عريو كم ذا محوها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كم ذا محل مركب لو دليشنا يا وجه الدلالة وحو يا أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما لبضع سكبر عائشة يا أم سلمة والله بد وأمهات المسلمين تكمدين أما تاوحي إمام غدين جماعة من النساء فدل ذلك على استحباب الجماعة للنساء وحي تاسينة تسينة إيسا مركا إن أي مستحب أطاي هوينكو إن الجماعات أوغان أو قريوه هذا مركا يجوغان أي صلاة إسكوحرتان وجماعات كهلكا كأوغان هذا إن أي مساجد تغان وي أبنان تاي ونبي قواتو لها وردو مداس إلهي هاو ديدنين مساجد ثانيا ثالثا وحي تهي دليل كالباضي نقالنا إنه أنهن من أهل الفرض دمرك وحي كم ديهين وحدتك إلهي واجب كدول صاربي كم ديهين فأشبهنا الرجال رقا يشبهانو النساء شقائق الرجال ورواد جاحي رقا سيارقا عمرك لوسي هي واجب كلا صاري أيا إيقانا صارا أو واسكمين انتا هدان كقدمنو بل وحان وحي يرسدل تاقينا الحكمة من صلاة الجماعة صلاة الجماعات لينكو واجب يالي ولينكو أدكي وفلق عليه
محيط هاي حكمة كجرتها جماعاتك حكمة كجرتها حدين وحكتها بنوحة ليل وحا كم ذا زرع المودة والمحبة بين المسلمين مسلمين تا لحظة أيا وحا لغو بيريا محبة استعلان السهلو أيا لغو بيريا أو أي كانسة ماشا يسوي مانيا مع كونها أهانت أي تهي جماعاتك وصيلة ووضد للتعارف فيما بينهم وماشا الله يسكو برتو أو إسلامك يسكو أغادو أو إسكو ورهرو لباد وحا وحي حكماتك كجرة إظهار شعيرة من أعظم شعائر الإسلام وحال لأوغيا لموجينيا إسلامك شعائر تيسة وحيابها علامة إسلامك متك أقوين أيا لأوغيا ومركي لغا صوبحو مساجدك انتا صوب مسلمين جماعة كا صوبحان يغو أدمدو سيدي بيارك من يوكالي أما جماعة كا إكا صوب دريران أما اللي سوي ماذا هاد ماشا وحا كم مغانيسة إسلامك إنو أود يحوك ليه صدح وحا ليري تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق وحا لوغد لغا عادة لوغد لغا أمة إسلامك إنا كلمان أي سن مرنا بكالتين مر والبا إنا ولد جيران أو يسوي ماذا أو كلما أفر وحي تهي تعويد المسلم على ضبط نفسه قف كان مسلم كا أي سكان الله قاعد هذا دقيا إنه نفتي سحكمين كره فمتابعة الإمام في الصلاة صلاة الإمام كما كان راعي رأيسه وأدب جوكته وقول سمية بعد لا سمية نيسه يدربه على ضبط نفسه هل كا واحد كل ليلة يسا كنت ببريسا نفت هذه سالو حكمين له وعاد نفت هذه أود ويانا الله إن هذا أدوه أطرسه خامسا وحو يهي شعور المسلمين مسلمين تالا دريسين يا